عايزين نتكلم عن التضخم برضو. يعني ايه كلمة تضخم؟ انا بسمع كلمة التضخم دي كتير قوي، لكن برضو انا مش فاهماها ومش فاهمة يعني ليه او ايه معنى كلمة التضخم، وهل التضخم ليه علاقة بارتفاع الاسعار والحد امتى، وهل احنا وضعنا في مصر احسن من غيرنا ولا ايه بالظبط؟ يعني في كلام كتير جدا جدا المفروض ان احنا عايزين نطرحه كتساؤلات على دكتور رشاد. الحقيقة احنا كنا اتصلنا بيه يجاوب علينا، وبعدين فقدنا الاتصال، وبعدين رجعنا في الاتصال. دكتور رشاد منور معنا في الراديو 90 90. ده النور ليا ان اكون مع حضرتك يا دكتورة كبيرة. ربنا يخلي حضرتك. انا قلت كل الاسئلة وحضرتك مش على الخط، عشان انتوا تحولوني الخط فصل. لا معلش، حصل خير. تحب حضرتك نبدأ؟ انا كنت بتكلم على انه كتير اقتصاديين وكتير من الكلام اللي بيتقال على انه 2022 هناك ازمة اقتصادية عالمية، وانه في دول هتواجه ازمات اقتصادية بشكل حقيقي. تحب نبدأ من ده، نبدأ من تأثير ده على مصر؟ تحب نبدأ من انه مصر موقعها ايه من خريطة الاقتصاد العالمي؟ انا هسيب حضرتك تبتدي باللي عايز تقوله. شوف حضرتك، هو من حيث المادة الإنسان عملها بنفسه، أيوة. الإنسان وضر نفسه بنفسه، أيوة. الجور على الطبيعة انعكست على الإنسان، فإحنا العالم المتقدم ابتدى يهتم قوي بالتصنيع، وابتدى يهتم وذلك حتى الكورونا، لأنه لو كان صرف على البعد الطبي زي ما صرف على الاهتمام دي المكاسب الاقتصادية اللي ممكن تجيله من التصنيع وغيرها، ما كانش حصلت الكورونا، وكان بقى فيه أمصال وكان فيه علاج وما. إنما العالم كله اهتم بالبيزنس، بالفلوس، بالأرباح. فنفس الشيء في مجال البيئة، نفس الشيء اهتم قوي المكاسب بالمصانع، يسي بقى إن المصانع دي بتعمل تلوث و بتترك ثاني اكسيد كربون، بيطلع بينعكس وينعكس تاني في درجه حراره. درجات الحراره دي ابتدت تتسبب في ايه الفتره اللي فاتت، الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، شفنا في مناطق ابتدت فيها حرائق، مناطق تانية فيها فيضانات، مناطق ثالثه فيها اعاصير، مناطق رابعه فيها جفاف، وابتدت فيه خلل في كم الانتاج الغذائي اللي بيترك في العالم. وده شفنا كل المؤشرات بتاع كل المواد الغذائية ابتدت ترتفع أسعارها، انعكس على الدول اللي بتستورد كميات كبيرة من الخارج، طبعا، وبالذات في مقدمتها مصر أكبر دولة مستوردة للقمح. إذا هل ده نتيجة إن الإنسان واللي عمله في نفسه؟ العالم كله ابتدى يحذر بقى الفترة الجاية في مخاطر كبيرة قوي، وبالذات أمريكا لأنه التلوث ده والخلل اللي تم عمل مشاكل كبيره جدا. الصين لوحدها متسببه في 24% من تلوث العالم، امريكا حوالي 22%، الاتحاد الاوروبي 8.5%. فكل الكلام ده اللي اتضر مين بشكل مباشر؟ الدول الغلبانه اللي حالتنا. احنا ذنبنا ايه؟ الدول الافريقيه ده عندك بحيره تشاد بالكامل اتمسحت من على الخريطه، اللي عندك البحر الميت ابتدى ينحصر، ما بقاش فيه، وكل سنة بينقص سنتي ونص. فالعالم كله ابتدى يبقى فيه خلل، ولذلك ابتدت الدول تقول طب نعمل ايه؟ فكان قمة المناخ اللي في باريس سنة 15 قال لازم نعمل اجراءات مهمة جدا عشان نحافظ على البيئة، لان لو ما عملناش الكلام ده درجات الحرارة هتزيد، ولو درجات الحرارة هتزيد تبقى فيه مشكلة كبيرة، غير الاعاصير والفيضانات والحرائق هيحدث ارتفاع في درجات الحرارة. ارتفاع في درجات الحرارة لو وصلت 2 درجتين في خلال سنوات هيحدث ارتفاع كبير في درجات الحرارة. القطب الجليدي الشمالي والجنوبي هيبتدي يسيح، المية في المحطات هتبتدي ترتفع، في دول هتتمسح من على الخريطة. ده اللي قاله رئيس وزراء بريطانيا طبعا، وتعبنا لان اسكندرية يعني دخلت في المنظومة، وفي مدينتين كاملين في امريكا، وهولندا بالكامل هتتشال على الخريطه، بلد كامله هولندا. فابتدى بقى بس الناس التاريخ طول عمره في كده يا دكتور رشاد. يعني في دول انمحت من على الخريطه، وفي النيل كان واصل للهرم، ويعني احنا كنا شايفين كل ده، يعني كل التطورات في المناخ وكل الاشياء دي حصلت تاريخيا، واسكندريه غيرت قبل كده من يعني من الحدث مختلف، لان اللي فات ما كانش بيه فعل
ارتفاع حاد لدرجات الحرارة، لأنه هو طبعا جونسون لما قال وقال 4 درجات مئوية هتمسح مدن كتير، وقال منها مصر، قال منها اسكندرية. طيب احنا برضو لازم نبقى ايه، ناس بنتعامل بالعلم والمنطق، لا احنا عايزين نهول ونرعب الناس، ولا احنا كمان عايزين نهون ونقول لا ده راجل كذاب ومهياص وهجاص، لا عايزين دي ولا عايزين دي. ان ما عايزين نعمل ايه، نحترز، لان هو ما بيقول الكلام ده يعني عنده تحت ايده. يعني نحترز احنا كمصريين نحترز ازاي؟ هقول لك ايه اللي في ايدنا، هقول لحضرتك سياسات عالمية. يعني هقول لحضرتك لا مش مهم السياسات العالمية، عشان كده برضو السياسات العالمية بتتغير النهاردة. إنما نقول بس الجزئية دي، مش عايزين لنهول قوي ولا نهون قوي، عشان في ناس عملوا كده راجل ده هسيبك منه، لا مش سيبك منه، لأن دي دراسات موجودة ومعروفة من فترة زمنية طويلة. وفي نفس الوقت مش عايزين نقول رعب، لا، لأن علينا واجب نعمله. إيه حضرتك بتقولي بقى ده؟ العالم ابتدى ياخد خطوات جادة؟ يعني ايه؟ يعني في المؤتمر الاخير دي في جلاسكو بدأ من اول لهذا الشهر ومستمر لغايه يوم 11، عملوا مجموعة اتفاقات جميلة جدا. نمرة 1 قال احنا ضرينا العالم الدول الكبرى، واحنا هنرصد 100 مليار دولار سنويا عشان نساعد الدول النامية والفقيرة تبتدي تعمل اجراءات احترازية، علشان دول ما جنبهمش حاجة انهم يتعرضوا للمخاطر اللي احنا كنا السبب فيها. وابتدوا يقولوا كمان هنعمل تكتلات محددة والبنوك انضغط عليها عشان يمولوا مشروعات صديقة للبيئة. وقالوا كمان لازم الفحم ده بقى كفاية عليه كده، لان ده من اكبر المصادر الطاقة اللي بتلوث البيئة. لكن السؤال، هل دول العالم كلها تلتزم بالكلام ده؟ ده سؤال مهم قوي. يعني ايه؟ يعني تعالي الاسبوعين اللي فاتوا الصين ابتدت تلتزم بيه، عشان كان داخل على اجتماعين مهمين، ولذلك الرئيس بتاعها اعتذر عن الاجتماعين المهمين دول، اجتماع المناخ بتاع جلاسكو، وقبل منه بايام قمه ال20، لا حضر هنا ولا هنا ولا هو ولا الرئيس الروسي. ليه؟ لانه حدث انه قال انا هبطل بقى استخدم الفحم، وهو لقى نفسه الكهرباء اتاثرت، الكهرباء اتقطعت، الانتاج اتاثر، فهل النهارده هيستجيب للبيئه على حساب الانتاج؟ هو ده السؤال الصعب، التحدي. طب البيئه ولا الرزق والاكل العيش والتنميه فعشان كده الرئيس الصيني قال لو جيت هلتزم بما يتفق عليه المؤتمر، انا مش عايز التزم. ولذلك كان الاتفاق كله ايه؟ ان في مصطلح جديد جميل قوي اسمه الحياد الكربوني او الحياد المناخي، ان نبطل سنة 50 نصدر ونبعث ثاني اكسيد الكربون اللي بيرفع درجة الحرارة، واللي هيعرض مخاطر كبيرة جدا للعالم كله. الكلام كله كان على 2050. طب دكتور رشاد معلش، يعني انا شخصيا او ناس كتير من اللي بتسمعني مش مهتمين قوي ب 2050، يعني معلش احنا عايشين اللحظة دي، عايشين اليوم ده، عايشين بكرة. احنا هل ممكن ما يحدث في العالم والتغيرات المناخية ونقص السلع يأثر علينا احنا كمواطنين في مصر؟ ده ليه يهمنا؟ طيب اقولك هكمل بس الجزئية الصغيرة دي عشان اقولك ان العالم مش ملتزم. ان بعد ما قالوا احنا ما فيش انبعاثات كربونية سنة 50، روسيا قالت لا انا هخليها سنة 60، الصين قالت سنة 60، الهند قالت لا سنة 70. اذا ما فيش التزام. اكبر دليل على كده ايه؟ الله، مش امريكا راحت للقمه بتاعه المناخ في فرنسا سنة 15، وكان ساعتها الرئيس اوباما وقال انا ملتزم بالاتفاقيه، اول ما جه رئيس جديد اللي هو كان ترامب قال ايه؟ انا مش ملتزم ومش هعمل الكلام ده كله. ومش بس كده، ده انا هخرج الغاز والبترول الصخري الملوث جدا للبيئه من تحت الارض ويتفرق العالم كله، انا يهمني الفلوس. وبالتالي هل التزم؟ لا. طب من النهارده لما اتكلم عن لغايه بقى من النهارده لغايه 50 و60 و70، هل الدول هتلتزم؟ هل النظم هتتغير؟ هل اتفاقيات هتطبق؟ انا بقول لا. فعشان كده دي التحدي الاكبر. طب هل الكلام ده ليه انعكاس عليا؟ طبعا انا جزء من العالم، مؤثر
واتاثر. هنتاثر الى اي مدى؟ اصل اللي بيهمني انا وبيهم كل المستمعين، بص يا دكتور رشاد، احنا يعني احنا هيبقى عندنا اكتفاء من سلع غذائيه الفتره الجايه مع كل هذه الظروف الدوليه، هيبقى في نقص في بعض الاغذيه، هل هنواجه مشكله التضخم؟ هل, هل 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 احنا نبقى مستعدين ازاي؟ نعمل ايه احنا كمواطنين يعني؟ شوفي انا زي ما بقول الشاطر اللي يحول الازمه لميزه. يعني لما جت الازمه بتاعه الكورونا والصين ابتدت تقع، هل كان ممكن انا استثمر الحدث ده؟ اه انا كان ممكن، لان الصين دي كانت اكبر دوله مورده لقطع الغيار ولمستلزمات الانتاج واللي بنسميها سلاسل الامداد، ومصانع كتير توقفت في العالم لاني بتعتمد في انتاجها، لان الدوله مش تعتمد في المنتج الواحد، السياره مش تعتمد على الدوله ذاتها، دي بتجيب الموتور من مكان وبتجيب الصاج من مجال وبتجيب وهكذا. فهل كان احنا ممكن نستثمر ده ونستثمر قناه السويس تبقى مركز علشان امداد العالم كله بالاحتياجات؟ ايوه، حتى لو ادى الامر ان نجيب استثمارات صينيه تتنفذ على قناه السويس، ده اللي كان لازم يتعمل. وبالتالي نفس الشيء النهارده انا مع اللي بيحدث ده، ابتدى يبقى في ازمات مريحه جدا في المواد الغذائيه على مستوى العالم. ايوه هتزيد الفتره ده نتيجه ان يبقى في زي ما قلنا عرائق وفيضانات وخلل بيئي في العالم كله. ايوه هل من الممكن اسعار السلع وبالذات الغذائيه يبتدي يزيد؟ ايوه اللي حضرتك بتقولي بقى ده، انا اعمل ايه؟ ابتدي اركز من دلوقتي ان يبقى عندي اكتفاء ذاتي، ما بقاش النهارده محتاج للعالم لقمتي. القذافي الناس كانت بتتهمه بحاجات كتيره جدا، كان في الكتاب الاخضر عنده مقوله جميله جدا، اول ما تخرج من باب الطياره كانت تلاقي بالعرض كده كبيره جدا يافطه بتقول ايه؟ بيقول لا حريه لشعب ياكل من وراء البحر. اللي بيعتمد في غذائه على الغير، الغير ممكن يتحكم فيه. فاحنا هل النهارده هنستنى لما يبقى الكلام ده كله؟ اديكي مثال قوي ظريف وبسيط. عندي نص دقيقه يا استاذ دكتور. دول الخليج عملت ايه تعرفي؟ اشترت مناطق زراعيه في دول عشان ممكن يبقى عندي فلوس بس ما فيش سلع في السوق، فيبقى عندي المورد. رئيس وزرائنا الاسبق عطف عبيد عمل الحكايه دي واشترى مناطق في رومانيا، بس ناس هجمته راح مغير القرار. اذا لابد اتحوط لعالم الغد. لازم يبقى عندي اكتفاء ذاتي، لازم يبقى عندي اكتفاء من السلع الغذائيه واحتياجات من الالات والمعدات عشان ما الجاش للغير اللي ممكن يتحكم فيا. انا بشكر حضرتك جدا، المعلومه واضحه والفكره واضحه. بشكر حضرتك جدا دكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، نورتنا.